إنه ننتهي للإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كطول سين أقرأها جميعا. إنه ننتهي للإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كطول سين والثاني يجر ونوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخولا لما سوى عينك واقصو صولا أو أعطه التعريف بالذي تلا وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل كرب راجي عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. إلى هنا صار الإضافة. الإضافة نسبة تقييدية بين اسمين توجب الجر الثاني منهما. جاء غلام زيد وغلام قيدته بزيد وهذا أوجب الجر الثاني منهما. قال رحمه الله نون انتهي لإعرابه. النون التي لإعراب وهي نون المثنى وجمع المذكر السالم يجب حذفها في الإضافة. تقول هؤلاء مساعدون فإن أضفت قلت هؤلاء مساعد زيد وتقول هذان غلامان فإن أضفت قلت هذان غلام زيد. هذه النون تلي الإضافة تلي الإعراب. الإعراب قبلها وهو الألف في حالة رفع المثنى والياء في حالة جره ونصبه والواو في رفع جمع المذكر السالم والياء في حالة جره ونصبه. والها يسمى الجمع الذي على حده يقال الجمع الذي على حد المثنى هو جمع المذكر السالم. كيف على حد المثنى؟ كل منهما مختوم بنون زائدة تحذف للإضافة. كل منهما معرب بحرفين. كل منهما تسلم في صورة المفرد. أما النون التي يليها الإعراب لا تحذف. نحو شياطين الإنس الإعراب جاء بعدها شياطين الحركة لاحقة للحرف على رأي بعضهم وبعضهم قال قبلها وبعضهم قال مقارنة. قال ابن مالك الشكل سابق حرفه أو بعده رأيان والتحقيق مقترنان. إذا قلت بو هل الضمة سبقت الباء أو الباء سبقها فهما مقترنان على رأي مختلف. نحن هنا على رأي أنه لاحق الحركة النون التي يليها الإعراب يأتي بعدها لا تحذف. شياطين الإنس بساتين القرية أنا قوله أنه ننتهي للإعراب أو تنوينا كذلك تقول هذا قلم وتقول هذا قلم زين مما تضيف حذف كطول زين. لماذا حذفنا النون والتنوين؟ النون والتنوين دلالة كمال الاسم وتمامه دلالة كمال الاسم وكماله. إذا قلت غلامان النون آخر الاسم ولذلك لا تقول هذان غلاما زيد لا يمكن تقول غلامان لأن الشيء لا يكون تاما ناقصا والمضاف لا يتم إلا بالمضاف إليه. واضح؟ أنا أقول إن ننتهي لإعرابه أو تنوينها مما تضيف حذف كطول بعضهم ربما حذف التاء في الإضافة. قليل من العرب يحذف التاء قالوا منها قراءة بعضهم ولو أراد الخروج لا عدوا له عده. وهي لهجة اليوم لإخواننا أهل النجد وأهل القصيم يقولون سيارك سيارتك حذف التاء لغة فصحى لا يستعملونها بعاميتهم وهي لغة فصيحة. تأتنين يحذفونها ولو أراد الخروج لا عدوا عده أي عدته. قالوا ومن يقول الله عز وجل وهم من بعد غلبهم سيغلبون قال الأصل من بعد غلبتهم حذف التاء الإضافة كما تحذف النون وتنوين. والثاني يجر المضاف إليه حكمه الجر. ما الذي جره؟ قالوا جرته الإضافة وهي معنى من المعاني أو جره المضاف وهذا هو الصحيح أن المضاف هو اللي جر المضاف إليه بدليل أنك تقول كتابه وكتابي وكتابك ومعروف عن الضمير أنه لا يفارق عامله الضمير لا يفصل عن عامله إذا العامل في المضاف إليه هو المضاف. والثاني يجر ونوي من أو في إذا لم يصح إلا ذاك الإضافة على تقدير فيه أو اللام أو من إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف قدرت فيه. مالك عالم المدينة عالم في المدينة الشافعي عالم مصر عالم في مصر مكر الليل مكر في الليل تربص أربعة أشهر تربص في أربعة أشهر. إذا كان المضاف إليه أصلا للمضاف يصح الإخبار به عنه قدرت تقول باب خشب باب من خشب خاتم فضة خاتم من فضة. إذا لم يكن مضاف إليه أصلا للمضاف ولو رفع له قدرة اللام الباب المسجد وغلام زيد أنا أقول ونوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخذا لما سوى ذينك واخصص ولا أعطه التعريف. المضاف إليه يعطي المضاف تخصيصا. إذا كان نكرة تقول هذا قلم وتقول هذا قلم رجل لم يكن القلم ليس معظما لكن تخصصا عرف أنه ليس قلم رأى
فإن أضيف إلى معرفة سبب تعريف أن تقول هذا غلام زيد، هذا كتاب زيد، هذا قلم زيد، فالمضاف إليه إذا كان نكرة خصص المضاف، وإذا كان معرفة عرفه. أنا أقول واخصص ولا أو أعطيه التعريف بالذي تلا وتسمى إضافة محضة أو معنوية. وأن يشابه المضاف، وأن يشابه المضاف يفعل وصنف عن تنكيره لا يعزل كرب راجنا. إذا كان المضاف وصفا وضيف إلى معموله فإنه لا يفارق التنكير، لا تفيد الإضافة شيئا. تقول هذا ضارب زيد، ضارب نكرة، لأن اختصاصه بضرب زيد كان موجودا قبل الإضافة. تقول هذا ضارب زيدا، والدليل على أنها نكرة جرتها رب، قال رب راجنا، مقرر عندك في العربية أن رب لا تجر إلا نكرات، قال واخصص بمنذ ومنذ وقتا وبرب منكرا، ما دام رب جرته ونكرة، رب راجنا مع أنك أضفتها إلى أنا وأنا أعرف المعارف العربية ألفا كرب راجنا، عظيم الأمل، صفة صفة المعرفة معرفة، صفة نكرة نكرة، عظيم الأمل، مروع القلب اسم مفعول، صفة لراجنا وهي نكرة هو نكرة، قليل الحيل كذلك صفة مشبهة باسم فاعل. منها قول الله عز وجل هذا عارض ممطرنا، عارض نكرة، ممطرنا صفة له، وصفة النكرة نكرة، ممطر اسم فاعل وضيف لنا لم تريده شيئا، هديا بالغ الكعبة هدي نكرة، والكعبة عرف المعارف وضيف إليها لم تريده شيئا، جاء صفة لنكرة فهو نكرة. واضح؟ أنا قوله كرب راجنا عظيم الأمل مروع القلب قليل، وللإضافة تسمها لفظية، تسمى لفظية لأنها تريد تخفيف اللفظي، قولك هذا ضارب زيدا أثقل من قولك هذا ضارب زيدا، هذا أخف، إنا مهلكوا أهل هذه القرية أخف من قولك مهلكون أهل هذه القرية، هذه يسموها لفظية لأنها مضافة إلى اللفظ فقط، تخفف اللفظ فقط، وللإضافة تسمها لفظية، وتلك التي أضافت المضافة فهذه المضافة تخصيصا أو تعريفا تسمى محضة، المحضة اللبن الذي لا ماء فيه، محضة خالصة أو معنوية لأنها مدارها على المعنى تفيد المضافة تخصيصا وتعريفا.